خلينا نروح مع حضراتكم لجنوب افريقيا، واحنا كاهلاويه طبعا ارتبطنا مع جنوب افريقيا بقصتين، قصه بقى لها معانا يمكن سنه كامله وهي قصه طبعا بيتسو موسيماني اللي اعتقد انها قصه ناجحه جدا، وقصه بيرسي تاو كمان النهارده نجم جنوب افريقيا واللي بالمناسبه عندهم ماتش مهم جدا النهارده مع غانا وحاسم في التاهل لكاس العالم. هيكون معانا واحد من نجوم جنوب افريقيا ومن نجوم سان داونز، ثابو طبعا كان واحد من بمناسبه من الجيل اللي لعب تحت قياده موسيماني واللي حقق مع موسيماني وسان داونز لقب دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك المصري. ثابو طبعا بدايه برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا على استضافتي. كل التوفيق طبعا قبل ما اتكلم على مشوار موسيماني وبيرسي تاو، كل التوفيق لمنتخب جنوب افريقيا في مهمه يعني صعبه جدا امام غانا في تصفيات كاس العالم، ازاي بتشوف فرص منتخب جنوب افريقيا في التاهل للمرحله الاخيره؟ أعتقد أن منتخبنا منتخب جنوب أفريقيا لديه فرصة جيدة جدا للتأهل لكأس العالم، لكن بالرغم من ذلك لن تكون مهمة سهلة. نلعب ضد منتخب قوي جدا، تعرفون غانا لديها لاعبين جيدين جدا وفريق قوي جدا، لذلك ما أعرفه هو أنه يجب عليهم أن يهزمونا، ولكن بالنسبة لنا أنا واثق أن هذا الأمر لن يتم، وأنا واثق فريقي جدا، واثق أن فريقي يستطيع أن يتعامل مع هذا الأمر. يجب أن نحترم الفريق المنافس لأنهم لديهم لاعبين جيدين، ولكن أيضا فريقنا لدينا فريق كبير ومدير فني رائع ولاعبين رائعين، فالفوز بالمباريات هو يتطلب اللعب جيدا، وروح الفوز تكون متواجدة لتفوز بالمباريات وتستطيع. مين من وجهة نظرك المنتخبات الخمسة الأقدر والأقدر على تمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم 2022؟ أفضل خمس منتخبات، أولا نيجيريا، غانا، إذا لم تكن ساوث أفريكا، وساحل العاج، وبالفعل وطبعا مصر. أعتقد أن هذه الفرق ستستطيع أن تؤدي بشكل جيد، وأعتقد أيضا أن هناك منتخبات كثيرة أستطيع أن أعدها كالجزائر، الجزائر ستؤدي جيدا في كاس العالم اذا تاهلت. طيب، كنت من اللاعبين اللي تدربوا تحت قياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وحققت عدد كبير من البطولات، اهمها يمكن بطوله دوري ابطال افريقيا 2016 على ما اتذكر. من وجهه نظرك اهم ما يميز موسيماني كمدير فني، وايه رايك في تجربته مع النادي الاهلي وفي مشواره اللي حققه مع النادي الاهلي؟ ما أعرفه عن كوتش بيتسو موسيماني أنه حينما يتولى تدريب فريق لا يجعل الأمور صعبة، ولكن يحاول أن يجعل الجميع سعداء، يحاول أن يضفي جوا من الإخاء والأسرية على فريقه. يريد فريقه أن ينفذ شيئا ما في رأسه ويجعل الفريق يفعل ذلك بشكل يسير. وأعتقد أنه منذ قدومي إلى الأهلي فكوتش بيتسو موسيماني تعبر عنه مبارياته، هو الآن يدرب أكبر فريق في أفريقيا، وأستطيع أن أقول أنه رقم واحد في أفريقيا، وأعتقد أنه من الأفضل في العالم الآن. فبالتالي مهمة الكوتش بيتسو موسيماني مع الأهلي هي ستكون الأقوى، لديه الجودة ولديه فريق قوي جدا على المستوى الفردي ولا المستوى الجماعي. فأعتقد كما تعرفون حينما يكون هناك فريق تحت قيادة كوتش بيتسو موسيماني سيتطور على مستوى الفردي للاعبين
من واقع تجربتك مع موسيماني، ايه هي الغلطه التي لا يجب على لاعب انه يرتكبها مع بيتسو موسيماني، وعلى العكس ازاي من الممكن للاعب انه يكسب ثقه بيتسو موسيماني؟ The confidence. Yes. Hello. أعيد السؤال مرة ثانية. من خلال تجربتك مع مستر بيتسو موسيماني واللعب مع سان داونز تحت قيادته، إيه الغلطة التي لا يجب ارتكابها مع بيتسو موسيماني، وإيه هي العوامل أو التصرفات اللي ممكن من خلالها لأي لاعب إنه يكسب ثقة المدرب موسيماني؟ إذا أردت ذلك عليك أن تتواصل جيدا مع كوتش بيتسو موسيماني وجها لوجه، لاعبا لمدرب أو شخص لشخص، تستطيع أن تتطور كلاعب وتستطيع أن تكسب ثقته في أن تتواصل معه شخصيا. طيب أروح لتجربة موسيماني مع الأهلي. الحقيقة يمكن في مشوار بسيط جدا، الرجل نجح في تحقيق بطولتين لدوري الابطال مع النادي الاهلي، وكان حقق قبل كده لقب تاني مع سان داونز في 2016. من الثلاث القاب منهم لقبين على حساب نادي الزمالك المصري بالمناسبه. من وجهه نظرك ايه الاختلاف ما بين موسيماني سان داونز وموسيماني مع النادي الاهلي؟ قبل أن يغادر كوتش بيتسو موسيماني، قبل أن يغادر سان داونز، كان يدرس فرق الأهلي، فرق أفريقيا كلها كالأهلي والزمالك وأيضا الوداد والرجاء، الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي. فموسيماني يدرس كل الفرق التي يلعب أمامها، فبالتالي هو درس اللاعبين جيدا قبل أن يذهب إلى الأهلي. قد كان بالفعل درس لاعبي الأهلي ويعرف ويتوقع نوع الكرة التي سيعمل عليها، فبالتالي هو يعرف الثقافة لديكم جيدا، هو يعرف طبيعة المجتمع باختلاف عن جنوب أفريقيا. هو دائما يقوم بواجبه، هو دائما يقوم بتحضيره، يحضر فريقه ويحضر الفريق للفريق المنافس، يدرس افضل الطرق كيف التي بها سيتغلب على الفريق المنافس. خليني اسيب كوتش موسيماني واروح لبيرسي تاو، واحد من اهم الصفقات اللي اجراها النادي الاهلي الموسم ده. رايك بدايه في انتقاله من برايتون الانجليزي للنادي الاهلي، ورغم ان يمكن في اصوات كانت بتعارض فكره الانتقال ده، ازاي انت شفتها شخصيا، وازاي شايف تجربه بيرسي تاو ومستقبل بيرسي تاو مع الاهلي المصري؟ أعتقد أن فريق الأهلي فريق لديه لاعبين جيدين كبيرسي تاو، ولكن رأيي هو في البداية لم أكن سعيدا حينما رأيته عائدا إلى أفريقيا. كنت أتوقع أن بيرسي تاو، أن يذهب بيرسي تاو إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من برايتون، ولكن قلت لنفسي أن أفضل فريق في أفريقيا، إذا انتقل لأفضل فريق في أفريقيا فبالتالي سيتغلب على فرق أقوى وسيتطور، وأعتقد أنه كان عليه أن يكون في هذه المنافسة القوية مع الأهلي، ويستطيع بعد ذلك أن يذهب إلى أوروبا مرة أخرى. فأعتقد أنه اختار أفضل فريق لديه في هذه المرحلة. الأهلي هو أفضل فريق في أفريقيا، الأهلي يضم الآن لاعبين جيدين جدا من خارج مصر ومن داخل مصر، ولديه أفضل مدير فني كوتش بيتسو موسيماني، فبالتالي كل هذا مفيد للفريق فريق الأهلي. فبالنسبة لبيرسي تاو، أنا أؤمن تماما أنه يستطيع ذلك، أعتقد أنه لاعب رائع، أعتقد أنه أمامه فقط بضعة أشهر لنرى نسخة بيرسي تاو الحقيقية والتي تستطيع أن تنقله نقلة أخرى مرة أخرى إلى أوروبا. أعتقد أنه اختار الجودة الأعلى المتاحة له، هو أفضل لاعب في جنوب أفريقيا،
وفي افريقيا بطبيعه الحال، ولكن انا اود ان اراه بالطبع يلعب في اوروبا مره اخرى. وجود يعني واحد من نجوم التدريب في قاره افريقيا كلها بيتسو موسيماني على راس الجهاز الفني في النادي الاهلي، ووجود لاعب مهم جدا من جنوب افريقيا بحجم بيرسي تاو مع النادي الاهلي، هل ده من وجهه نظرك واحد اثر على شعبيه النادي الاهلي، اثنين فتح سوق جديد للاعبي جنوب افريقيا ان هم يحترفوا في مصر بشكل خاص وفي شمال افريقيا ومنهم لاوروبا طبعا بشكل عام؟ بالتأكيد هذا أمر الهام. قبل أن ينتقل بيرسي إلى الأهلي كان لدينا فقط باكاماني مالامبي، هو لاعب للأهلي ولكن لم تكن تجربة موفقة، لكن بالنسبة لبيرسي تاو الأمر أكبر بالنسبة لمشجعي جنوب أفريقيا، فبالتالي الجمهور الجنوب أفريقي يتابع الآن الأهلي بشكل أكبر، والأهلي بالنسبة لنا كان أكبر فريق في أفريقيا، فبالتالي فتح هذا فرصة للاعبين جنوب أفريقيين للعب في مصر مرة أخرى وخصوصا في الأهلي، وأن تلعب في دوري الأبطال أفريقيا كل عام وأن تنافس في كأس العالم للأندية كل عام. هذا أمر تريد أن تراه لكل لاعب جنوب أفريقي، وكل لاعب يريد أن يرى نفسه في هذا المكان. ومن هذه الخطوة تستطيع التأهل لأوروبا، وكذلك وجود كوتش بيتسو موسيماني هذا أمر مفيد جدا للكرة الجنوب أفريقية. طيب بمناسبة كلامنا على بيرسي تاو نجم وطبعا جنوب أفريقيا، خلينا أسألك على نجوم الكرة الأفريقية من وجهة نظرك على مستوى العالم مش بس مستوى قارة أفريقيا، مين الأسماء الأهم أو مين الأفضل من وجهة نظر تابو على مستوى النجوم الكرة الأفريقية دلوقتي في الوقت الحالي؟ Yes. Not the best in the world that playing overseas. حسن، يوجد هم لاعبان فقط أستطيع أن أقول هم أفضل لاعبان يلعبان في أوروبا الآن، وإذا أردت أن أسمي سأختار محمد صلاح، هو أفضل لاعب حاليا يؤدي بشكل جيد، وأعتقد أن ليفربول يجنون الكثير من وراء محمد صلاح، وأيضا ساديو ماني هو أيضا لاعب رائع، ولكن بالنسبة لي محمد صلاح يحرز أهداف معظم الوقت، وبالتالي وقريبا أعتقد أن ليفربول سيخسر محمد صلاح، فمحمد صلاح هو الأفضل حاليا في أفريقيا، أفضل لاعب في أفريقيا وحاليا في العالم من وجهة. هل ترى أن صلاح يستحق لقب الأفضل في العالم؟ يعني لم يحققها من قبل على مدار التاريخ سوى جورج ويا طبعا نجم ليبيريا، هل شايف أن صلاح بات مؤهل في الوقت الحالي لتحقيق لقب الأفضل على مستوى العالم؟ نعم بالطبع، محمد صلاح يتميز بالثبات على مستواه، فمحمد صلاح يتميز بالثبات في مبارياته، حينما تنتقل من مستوى أقل وتنتقل لمستوى أعلى ولا للأسفل، فمحمد صلاح ينتقل من أعلى لأعلى لأعلى، محمد صلاح لا ينزل أبدا، فبالتالي هو الأحق بالفوز بالبالون دور، وأعتقد أنه الأفضل، وأعتقد أنه سيستمر في المزيد بالفوز بمباريات لليفربول في إنجلترا وكذلك بالنسبة لدور الأبطال، فهو يؤدي جيدا، يحرز أهداف في البريمير ليج وفي دور الأبطال على حد سواء، فأعتقد أن هذه فرصة مواتية لمحمد صلاح أن يحرز لقب أفضل لاعب في العالم. نجم سان داونز وجنوب أفريقيا ثابو، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة، وكل التوفيق لمنتخب جنوب أفريقيا.